شوف سمير، انا نعرف مليح بوغرا كلاعب. بوغرا انسان ذكي جدا ويحسن التعامل مع مختلف الظروف المحيطه به. احكي معك كلاعب مجيد، تكلمت انت عن بالماضي، بوغرا بدا في الخويه مثل بالماضي، يعني تقريبا نفس المسار قبل ذهابه الى الامارات ثم التحاقه بالمنتخب الوطني المحلي. بوغرا مجيد من خلال تصريحاته في المباريات الماضية تفهم أن هذا المدرب يعي جيدا ما يفعل، يحاول سحب لاعبيه من الضغوط ويحاول سحب نفسه أيضا من الضغوط. يقول في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة النصف النهائية: أنا مدرب صغير، لازال أمامي الكثير لأتعلمه، وهذه البطولة سمحت لي بتعلم أشياء جديدة. يعني لا أقول تواضع أو ذكاء، لكن هذه التصريحات تجعل الجمهور وأيضا نحن كوسائل الإعلام نخفف من حتى تلك الضغوط. صح. يقول اللاعبين: نريد التتويج بهذه الكأس، لكن لا نفكر فقط في الكأس، لأن مكاسبنا في هذه البطولة كبيرة جدا. يشعر اللاعبين أن هذه الكأس ليست حياة أو موت. صح. نلعب المباراة بكل ثقة وبكل تركيز، نفوز بها، بها ونعمة، لم نفوز بها فيها خير وليست نهاية العالم. وأعتقد أن بوغرا هو سر تألق هذا المنتخب. تلقى الكثير من الانتقادات من خلال التغييرات التي لم يقم بها، من خلال اعتماده على الكثير من اللاعبين نفسهم في العديد من المباريات. لكن أنا تكلمت مع مجيد في مباراة الربع النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار، وأوضح لماذا يريد الاعتماد على نفس اللاعبين وعدم المجازفة في المباريات الكبيرة. مباراة الأخيرة الخماسية قام ببعض التغييرات. لا يمكن لك أن تجازف في مباراة مثل مباراة كوت ديفوار، صعب جدا. الكلام سهل جدا، لكن أن تتحمل المسؤولية أمام 45 ألف متفرج و 45 مليون جزائري صعب جدا. أعتقد أن بوغرا يدري ويعي ويعي جيدا ما يفعل، وأتمنى تتويجه بهذه الكأس ليضيفها إلى رصيده كمدرب، في انتظار إن شاء الله تحديات مستقبلية أمامه إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.